طبعا يعني لسه ما طلعناش من السينما. فيلم أميرة، فيلم ميك اب بتاعي باظ ويعني المود بتاعي صعب جدا. بحاول طبعا انقل لكم فايبس خطيره، بس طارة اللي هي بطلة الفيلم اللي هي أميرة مش طبيعيه. طارة الف 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 مبروك وثانك يو. ثانك يو إليك، ثانك يو. عن جد يعني الفيدباك بتاعكم ات مينز ا لوت. فيلم صعب قوي وكمشاهدين، فاكيد في كواليس واجواء كتيره قوي. عايزه اعرف انت مريتي بايه، يعني الظروف عامله ازاي، وخاصه ان الصبح لسه كنا بنتكلم عن الظروف النفسيه بتاعت الممثل وازاي يقدر يحافظ بعد فيلم وكده. فيلم صعب على المتلقي، فعايزه اعرف انت كاميره او كتارة اميره في الفيلم، يعني مريتي بايه وعديتي ازاي وتعافيتي ولا لسه؟ هو اكيد يعني التمثيل بيحتاج من قدرات الواحد كتير، باخد من الانرجي، باخد من الطاقه ومن كل حاجه يعني. بس اكتريته مع بالجو بالاجواء لما الواحد بيكون حواليه الممثلين التانيين، وبحس بالجو في مشاهد اتاثرنا فيها كتير، ان لدرجه انه بعد ما خلصنا قعدنا نبكي كلنا مع بعض. بس اوفر اول ات واز جريت اكسبيرينس. فيلم very sensitive، فقولي لي how did you work on it as a producer، وايه الستراجلز اللي قابلتيها؟ مشاعر كتيرة قوي للستات متضاربة. هو بصراحة احنا we were so lucky ان احنا لقينا القصة دي وفضلت معانا سنين وقعدنا ندور فيها. I mean our process انا محمد when we work together الشغل ما بينهيش، يعني ما فيش نهاية للشغل. It's every day breakfast lunch and dinner you know. حتى ممكن وسط الليل اللي هو ايه رايك لو اميره you know راح اجيب كوبايه ميه، او ماي جاد جات لي في ايه رايك لو مامت اميره كذا كذا. دي في البيت بقى بتتكلموا عن اميره. ف it was but the beauty of it برضو ان احنا خلانا ان احنا نقدر نعيش القصه في دماغنا كتير ونحاول يعني انتوا شفتوا الفيلم it's quite intimate. ده فيلم اميره، فيلم مصري و المنتجين مصريين، وحاجة مشرفة جدا بصراحة. قصة برضو ما اعتقدش ان هي حد فكر فيها قبل كده بالنسبة للقضية الفلسطينية، فشابوه يعني لمحمد دياب وكل الناس اللي معاه.